السلام عليكم طلابنا الأبطال، طلاب أكاديمية امتياز الطبية. إن شاء الله اليوم راح نبلش بأول محاضرة ضمن محاضرات الباراسايتولوجي اللي هي الطفيليات. شباب، أنا أريد من عندكم تركزون وياي بالشغلات اللي أقول لكم عليها مهمة، لأن شباب الأسئلة ما تجينا أصلا من الملازم، الأسئلة تجيك من يعني من أمور خارجية، تمام؟ فاللي أريده من عندك إنه أنت بس أركز لك على هاي الشغلة وأقول لك هاي الشغلة مهمة، يعني هاي الشغلة جاية على شكل سؤال خارجي، تمام؟ او مثلا من اركز لك على فد معلومه اقول لك اكتبها هاي زايده، تمام؟ انت تكتبها هاي المعلومه الزايده، صح هي زايده، لكن يعني شلون اقول لكم الاسئله ما تجينا اصلا من لازم، فلازم انتم شلون اقول لكم يعني وياي وياي يكتبون الشغلات الاضافيه اللي انا اقولها، اوكي شباب؟ زين، فخلينا نبدا ان شاء الله هسه بالمحاضره اللي هي راح تكون بعنوان الانتا اميبا هيستولوجيكال، الاميبا اللي راح تسوي لي المرض، تمام شباب؟ شوف شباب، فالاميبياسيس هو المرض اللي راح تسويه الاميبا. فهي اول سؤال اصلا يجيك يقول لك يابا، اول شيء هي شو اسم الاميبا اللي تسوي لي مرض؟ اكو اميبا تدخل جسمنا تسوي لنا مرض نسميها انتا اميبا هيستولوتيكا. دكتور ليش سميناها انتا اميبا هيستولوتيكا؟ هي انتا اميبا لان هي اميبا، تمام؟ لان هي اميبا، وهسه راح نعرف شنو مميزات الاميبا. هيستولوتيكا، هيستو يعني نسيج، ليتيكا يعني تحلل، فهي تحلل النسيج. تدخل شباب المن تدخل لللارج كولون العفو تدخل لللارج انتستن وتحلل الجدار مالت اللارج انتستن، تسوي له ليتك، تمام؟ عن طريق انزيمات تفرزها هاي الاميبا. هنا تجي تدخل هاي الاميبا وتفرز انزيمات، تمام؟ وتحلل هذا الجدار. من تحلل هذا الجدار مالت الكولون، من يطلع الفيسس او الستول، تمام؟ الستول من تطلع شباب الخروج مالت البيشنت راح يطلع وياه دم. ليش؟ لان راح تحفر جدار الامعاء، وجدار الامعاء كوبيه دمويه، فراح يخرج دم، تمام؟ فمن يطلع الخروج يطلع وياه دم. فيا شباب، ستول زائد شنو؟ زائد بلاد. هاي الحاله نسميها ديزنتري، هاي الحاله نسميها ديزنتري. فهاي الاميبا شباب تتميز، هاي الانتا اميبا هيستولوتيكا تتميز انه هي تسوي لي هذا الديزنتري، تتميز، هاي احدى ميزاتها. فحتى اسمها يعني انطوا اسم ثاني لها سموها اميبيك ديزنتري. ليش سميناها بهذا الاسم؟ لان تسوي هذا الشيء، تمام؟ زين، واسمها الثاني لان هي تغزو اللارج انتستن فسميناها انتستاينال اميبياسيس، تمام؟ اسم المرض مالتها ممكن، هاي اسماء المرض مالتها، اوكي؟ زين، فالاميبياسيس، لكن هو اكثر شيء احنا صح له الاميبياسيس. اميبياسيس از انفكشن اوف انتستن، هو يسبب لك انفكشن وين شباب؟ بالانتستن، كوزد باي باراسايت. باراسايت سميناها انتا اميبا هيستولوتيكا. هاي مقدمه شباب، هاي مقدمه، يعني خاف اقول للدكتور بعد ما فاهم، اكيد انت ما راح تفهم، لان هذا اللي راح نحكي اول سلايدين او اول ثلاث سلايدات هاي عباره عن مقدمه، اوكي؟ بعدها الدور ندخل بالاميبا بالتفصيل الممل مالتها. زين، انا وين صعدت؟ زين شباب، هسه راح نجي المن راح نجي الى الكيس سيناريو او كيس ستدي. هذا الاستدي هذا شو وقت ندرسه؟ شو وقت ندرسه شباب؟ نهايه المحاضره، نهايه المحاضره تفتحه وراح تفهمه. ليش؟ مطيك كيس ومطيك اسئله عليه تجاوبها، تمام؟ كلش كلش بسيط هذا الكيس، بس تخلص المحاضره ترجع عليه تحس صار زلاطه عليك، اوكي؟ زين، خلينا نجي هسه شباب ندرس شوي عن الاميبا هم كانترودكشن، كمقدمه. زين، اول شيء الاميبا هي ضمن عائله، ضمن عائلة هاي الأميبا، ضمن عائلة الأصوات والأهداب، العفو الأصوات والأقدام، الأقدام الكاذبة، تمام؟ شو نسميها هاي؟ نسميها الساركو ماتيج ماتيجي، أوكي؟ ساركو العفو ماستي غوفورة، ماشي؟ ساركو ماستي غوفورة، تمام؟ اسمها شوي طويل. الساركو ماستي غوفورة هاي يعني شنو غوفورة؟ أو هاي ماستي جوفورا، هاي يعني اصوات واقدام كاذبه، يعني فلاجليت اصوات واقدام كاذبه اللي احنا نسميها سيدوبوديا، هسه راح نجي ندرسها، تمام شباب؟ فهاي تكون ضمن هاي العائله، فاحنا عندنا عائله، هاي العائله شو يسموها شباب؟ يسموها ساركو ماستيجو فورا. هاي ساركو الساركو ماستيجو فورا شبيه دكتور هاي ساركو ماستيجو فورا؟ يعني انه بيها انواع، من ضمن انواعها، تمام؟ انه اكو يعني باراسايت بيها فلاجيلا، وباراسايت بيها شباب باراسايت بيها اقدام كاذبه، تمام؟ فهسه احنا راح نجي للباراسايت اللي بيها اقدام كاذبه، مو بيها الفلاجيلا، فلاجيلا ندرسها بالمحاضره تجي، اللي بيها اقدام كاذبه، تمام شباب؟ زين، فلاجيلا يعني شنو؟ يعني اصوات، هنا اقدام كاذبه، زين، يا هي الاقدام كاذبه اللي هي هاي العائله،
مشتقة من هاي العائلة، مثل العشيرة، عشيرة تمام تنقسم إلى عوائل تمام. فهاي الساركودينا، الساركودينا هي الأميبا، اسم الثاني للأميبا تمام، اللي هي عائلة الأميبا تمام، اللي هي ساركودينا. ماشي، خلينا شوية نتكلم عن الأميبا. الأميبا شباب، مو اللي أنت أميبا هيستولوتيكا هذيك صح، أميبا صح أميبا، بس أميبا تسوي أمراض. لكن هاي الأميبا تمام بيها نوعين، نوع يسوي أمراض اللي سميناه أنت أميبا هيستولوتيكا، ونوع ما يسوي أمراض اللي هن أربعة أنواع هسه راح نجي ندرسهم تمام. فميبي باراسيتيك ممكن تطفل على الإنسان، يسموها باراسيتيك. فري لايفنج ممكن عايشه بالتربه، عايشه بالاوساخ، بالفضلات تمام. وممكن باثوجينيك يعني تتطفل هنا علما على الحيوانات. ممكن هنا باثوجينيك يعني يعني شنو دكتور باثوجينيك؟ يعني انه اذا غزت الانسان يسوي بيه مرض تمام. وممكن نون باثوجينيك باراسيتيك اميبا، ممكن انه اذا غزت الانسان ما يسوي بيه مرض تمام، وهي الغالبيه العظمى 90% من الأميبا إذا غزت الإنسان ما سوى مرض، لكن 10% من الأميبا إذا غزت الإنسان ممكن يسوي مرض تمام شباب؟ تمام زين. فهسه خلينا نسوي ملخص بسيط. فممكن باراسيتك يعني تغزي الإنسان والحيوان، أو ممكن فري لايفنج لا عايشة بالتربة، هاي أحد أنواعها زين. ممكن شنو شباب؟ ممكن إذا غزت الإنسان وسويت له باراسيتك ممكن باثوجينيك تسبب له مرض، وممكن لا نون باثوجينيك ما تسبب له مرض. هسه لحد الآن أمورنا تمام زين. جنرال كاركترز، انواع الصفات مالت الاميبا، شنو هي دكتور الصفات الاميبا؟ ركزوا وياي. شوف شباب، ايش قلت لكم عن الاميبا؟ بيها يعني سيدوبوديا، سيدوبوديا اللي هي الاقدام الكاذبه، بوديا يعني اقدام، سيدو يعني كاذبه، الاقدام الكاذبه زين. قبل لا نجي ندرس دكتور الاقدام الكاذبه وهاي الاميبا بيها اقدام كاذبه، شوفوا شباب الاميبا شلون تنتقل للانسان؟ الاميبا تنتقل للانسان عن طريق الكونتامينيتد المتلوث ماشي، drinking and food يعني الأكل المتلوث والشراب المتلوث. بمن المتلوث؟ بالسيست، أكو كيس بداخل أربعة أنوية تمام، نسميه mature cyst. هذا الماتشور سيست شباب موجود بمن؟ بالأتربة، موجود بالشغلات المتلوثة. فممكن أني أكله شباب. هذا الماتشور سيست من يدخل داخل الأمعاء مالتي ومن يوصل للمعدة، المعدة راح تفرز له إنزيمات تفلش هذا السيست وتطلع الأنوية لبرا وتتطور تمام، وتتحول إمن إلى اسم ثاني اسمه تروفوزويت. تروفوزويت دكتور شنو تروفوزويت؟ هو اسم هاي راح تتطور جديدة الأميبا التروفوزويت تمام، اللي شكلها هي صاير هاي الاقدام مالتها هاي شكلها، وبها نواه هنا وحده. هاي التروفوزويت شباب من طبت بالامعاء مالتي راح تمشي بالامعاء الدقيقه، تنقسم بالامعاء الدقيقه وتطب الامعاء الغليظه وتسوي المرض وين؟ باللارج انتستين، مو بالسمول انتستين. بالسمول انتستين لا فقط تنقسم، لكن هي انهبت يعني انهبت يعني انه هي تعيش وتسوي مرض وين؟ باللارج انتستين زين، وتنقسم بالباينري سمبل باينري فيجن يعني بالانقسام الثنائي تمام. يعني هاي تنقسم تمام، تنقسم وتكون لك نوعين تمام، هم نفسها تبدي تنقسم وتسوي المرض وين؟ باللارج انتستين. اوكي شباب، فعندنا انا من اكل راح اكل هاي سيست تمام، من اكل هاي سيست اللي هو الكيس بداخله اربعه انويه تمام. هذا الكيس بداخله اربعه انويه من اكله راح يطب المعده مالتي، راح يبدي يتحلل هذا السيست هذا الكيس. هاي عمليه التحلل داخل المعده يسموها اكس سيس العفو اكسستيشن، اكسستيشن يعني اكس يعني يوخر السيست وتطلع الانويه وتتحول الى تروفوزويت، يعني عباره عن باراسايت يسموه تروفوزويت. هذا الباراسايت تروفوزويت هو الباراسايت النشط، هو اللي ياكل. هاي بحاله سبات السيست موجوده بالاتربه بالشغلات الوسخه وما تتكاثر تمام، وما تاكل اوكي، يعني مجرد هي سيست سبات يعني ما عايشه ومجرد منتظره انه الانسان ياكلها على مود شنو؟ على مود يطب المعده ويصير لها اكسستيشن وتنطي الباراسايت. من تنطي الباراسايت وهذا راح ينقسم، اللي راح ياكل، اللي راح يسوي المرض تمام، اللي اسمه التروفوزويت. فيا شباب هذا الماتشور سيست، هذا الكيس اللي انا اكله هذا اللي راح يسوي لي الانفكشن، راح يسوي لي العدوى تمام. لكن هذا التروفوزويت هو اللي راح يسوي لي المرض، يعني شنو هو اللي راح يخلي لي ياكل الجدار مالت الامعاء مالتي تمام، ويطلع دم ويا الغائط ويا الخروج مالت الانسان تمام. فهذا شو نسميه؟ نسميه باثوجينيك ستيج. هاي التروفوزويت شو نسميها الدكتور؟ نسميها باثوجينيك جينيك ستيج زين دكتور. اما هذا هو اللي راح يسبب لي عدوى، بس هذا راح يسوي المرض؟ لا ما راح يسوي لي مرض. فهذا شو نسميه الدكتور؟ تمام شباب. واما الماتشور سيست شو نسميه شباب؟ هذا
مجرد راح يسبب لي يعني انفكشن، راح يسبب لي عدوى. اوكي، فهذا شو نسميه؟ نسميه انفكتيف ستيج، انفكتيف ستيج. تمام، زين، نسميه انفكتيف ستيج. فيا شباب يقول لك الباراسايت اميبا هاف تمتلك اما السيستيك ستيج اللي هو الانفكتيف ستيج نفس الشيء، تمام، او التروفوزويد اللي هو يسمينه الباثوجينيك ستيج. الباثوجينيك ستيج شباب، من اللي عنده اقدام كاذبه؟ هو التروفوزويد. ليش؟ يعني حتى يمشي داخليه معاه، حتى يسوي مرض، حتى ياكل. زين شلون دكتور؟ تعال وضح لي. شوف شباب، هاي الاقدام الكاذبه، هاي الاقدام الكاذبه، تمام، وهذا التروفوزويد، هذا كله التروفوزويد، هاي الاقدام الكاذبه. هاي الاقدام الكاذبه اول شيء تخليه يمشي لوكوموشن، فور لوكوموشن. ثاني شيء توفر له النيوتريشن، يعني انه ياكل يتغذى. شلون؟ هاي ماده غذائيه، يجي يسوي لها انسيركلينج، يحوطها، شوف بالسي دبل حوطها، تمام، وبعدين يبدي يهضمها، يفرز لها انزيمات ويبدي يهضمها وياكلها، اوكي، ويعيش عليها. تمام شباب، تمام، هاي الصوره للاطلاع. زين، هذا كلن حكيناها. تمام، هسه احنا درسنا الاميبا بها شيء يسموه شنو شباب؟ بالاميبا بها شيء قلنا عليه، العفو، قلنا انه يسوي باثولوجي اللي مرض سميناه انت اميبا هيستولوتيكا، تمام، فيسوي له باثوجينيك، يسوي له مرض انت اميبا هيستولوتيكا. زين دكتور، اما اللي نان باثوجينيك ما تسبب لي مرض، نسميها كومن سيلز. يعني شنو كومن سيل دكتور؟ يعني المتعايشه اللي ما تسبب لي مرض. او اما باربع انواع فقط تسمع اسمهن تعبرهن، تمام، انت اميبا كولاي، وانت اميبا هارتماني، تمام، وانت اميبا ديسبار، ماشي، واللودوميبا. هذا اني اربعه هن عباره عن انواع من الاميبا اذا دخلنا لجسم الانسان نون باثوجينيك، ما يسبب لك امراض. تمام، زين، اما الباثوجينيك انت اميبا هيستولوجيكا، هاي اول ما تدخل يسوي لك مرض. زين، هنا أنا مثل اللي حكيت لكم قبل شويه، قلت لكم يابا انسان اول شيء انجستشن ان كونتامينيشن فود اند ووتر، يعني اكل السيست بالكونتامينيتد يعني فود اند ووتر، تمام، من اكلها دخل لجوه، وصل للستومك، وصل للستومك، هاي هي اللي هي الماتشور سيست. شنو هي الماتشور سيست؟ عباره عن كيس داخله اربعه انويه، حتى نسميها مرات في بعض الاحيان نسميه كوادرانجولار. شوف العفو، شنو كوادري نيوكليوس، كوادري نيوكليوس سيست، كوادري يعني اربعه، نيوكليوس يعني نواه، بالتالي هي هاي الماتشور سيست اللي تحتوي على اربع انويه. هسه راح نجي ندرس هاي الصفحه، خلوها يعني بعدين، تمام. فهاي ثانيا دخلنا الماتشور سيست لجوا. زين يا شباب، دخلت وين؟ كونتامينيتد فود اند ووتر، يعني الاطعمه المتلوثه كونتامينيتد. زين، بعدها راح تدخل للمعده، من تدخل بالمعده شباب راح ينفرز عليها شنو شباب؟ انزيمات المعده، فتشلب بيها انزيمات المعده، هي تشلب بيها، تتصل هنا هنا هنا، اوكي، هنا، فوهي تمشي شباب باتجاه السمول انتستين، هنا بالسمول انتستين راح يصير بيها الاكسستيشن. تمام شباب، هنا راح تصير عمليه الاكسستيشن بالسمول انتستين. زين، فهنا بعدين شو راح تطلع الاكسستيشن؟ راح يبدي يطلع التروفوزويد، فيقول لك وين التروفوزويد؟ وذ فور نيوكلي ايمرج، ها راح تطلع لك التروفوزويد، تمام؟ اما هاي الفور نيوكلي شباب راح تبدي تنقسم، تنقسم، تمام؟ لما بالنهايه نطلع من هاي الواحد السيست ثمانيه تروفوزويد، تمام؟ فانت هنا بالنهايه يقول لك برودوس 8 تروفوزويد، معنى بهذا الحكي الزايد، تمام شباب؟ راح ننتج ثمانيه تروفوزويد. زين، طلعنا ثمانيه تروفوزويد، طلعنا تنقسم، تنقسم هاي التروفوزويد، تمام؟ الدور تعبر من السمول انتستين لارج انتستين، وقلنا يابا باللارج انتستين يسبب لي المرض، اما بالسمول انتستين تنقسم. فباللارج انتستين شباب من سويت لي المرض هنا مثلا، هنا على سبيل المثال، او هنا، تمام، طبت باللارج انتستين، فشو تسوي شباب؟ فيقول لك تروفوزويد مايجريت، راح تهاجر او تمشي لمن؟ للارج انتستين. هنا ايش راح يسوي شباب؟ انفيد ذا انتستاينال ميوكوزا، تهجم، انفيد تهجم او تغزو الانتستاينال ميوكوزا، تمام شباب؟ زين، فهنا من تهجم الانتستاينال ميوكوزا اكو هنا بلاد فيزل ترى، تمام، فممكن انه هي تخترق الانتستاينال ميوكوزا وتسوي بيرفوريشن ثقبي، تمام، وتعبر للدم. فمن تمشي بالدم هنا تروفوزويد طبت بالدم، راح الدور تحتار شو تسوي؟ اول اورجان تمشي بالدم، تمشي اول اورجان تروح تصيبه اللي هو الليفر، الكبد مالتنا، تمام شباب، ماشي، فتصيب الليفر، هذا اول اورجان، ممكن تعبر الليفر، تمام، تخترق الدايفرام من بالليفر، تسوي شباب هنا يسموه احنا ابسس، اللي هو خراج، او شلون اقول لكم، يعني التهاب تسوي بالليفر، تمام، هنا خراج، قيح تسوي بالليفر، هنا قيح، هذا القيح ممكن يعبر الدايفرام شباب، يخترق الدايفرام ويروح لمن؟ يروح لللانج، في يصيب اللانج،
تمام؟ وممكن بعدين شو يصيب شباب؟ يصيب البرين، من اللانج يروح يطب كذلك بالدم، ومن الدم يروح يصيب لي شنو؟ الدماغ شباب، البرين، ممكن يصيب البرين، فممكن يصيب اصلا بعد اجزاء كلش هوايه من جسمنا، تمام؟ فيقول لك ممكن انفيزيف انفكشن، هذا الانفكشن انفيزيف وين يطب؟ يطب البلاد ستريم بالدم، تمام؟ فممكن يروح انفكشن يعني يسوي انفكشن سايت، يعني يروح لاماكن ثانيه اللي هي اللي هي الليفر، البرين، اللانج، يعني يروح لاماكن كلش هوايه. فهنا يا شباب المهم هسه راح لاماكن انتشر بالجسم مثلا، وهاي نادرا صراحه شباب، هاي نادرا. زين هسه هو بالكولون، نقدر نقول هسه هو بالكولون. زين بالكولون شباب ايش موجوده؟ موجوده الترافوزويد. الترافوزويد هم من بالكولون ترى تنقسم، خاف على بالكم. زين فمن تنقسم شباب بالكولون، تعالوا وياي شوفوا هنا، فقل لك هنا الترافوزويد من الطب الكولون هم راح تنقسم بس بالباينري فيجن، بالانقسام الثنائي. شوف وين الترافوزويد انتج لك هذا تمام، وين الترافوزويد صار اثنين، تمام شباب؟ فبالباينري فيجن بالانقسام الثنائي او الانشطار الثنائي اللي انتم دارسين يعني تمام بالسادس، اوكي؟ هذا الانشطار الثنائي ممكن هاي من تنقسم تكون لي تروفوزويد ثانيه، تروفوزويد انفيد انتستاينال ميوكوزا، تروح تخترق لك انتستاينال ميوكوزا. لا، وممكن هاي من تنقسم تتحول هاي التروفوزويد تصير داير مدايرها كيس، ويصير بيها انسستيشن، يعني تتكيس، يعني يصير داخل داير مدايرها كيس، تمام؟ ومن يصير داير مدايرها كيس تبدي تطلع ويا الستول، تبدي تطلع ويا الستول مالت الشخص المصاب، بالستول مالت الشخص المصاب، تمام؟ ف لكن هنا مش محتويه، محتويه على نواه واحده. الدور شو نسميها؟ اماتشور سيست، سيست غير ناضجه، تمام شباب؟ لكن بعدين من تطلع من الغائط وتطيح مثلا على التربه او مثلا تلوث شغلات ثانيه، تمام شباب؟ تبدي تنقسم لما بالنهايه تنتج لي اربعه انويه، يعني يسموها كوادري نيوكليير سيست. هاي الكوادري نيوكليير سيست شباب شو تسوي؟ يعني شوف يقول لك سيست اكزيت ان هوست، تمام؟ ان ستول، ان هوست يعني الانسان اللي هي موجوده بيه، وين بالستول مالته تطلع هاي السيست. فمن تطلع بالستول ممكن تلوث يعني شغلات ثانيه، تلوث يعني الاتربه، تلوث الاكل، تمام شباب؟ ليش؟ لان هذا الانسان يعني تكرمون منه راح يعني يخرج الفضلات ويشطف، تكرمون تمام؟ ممكن هاي السيست تلزق على ايده ويروح هو ياكل، يروح مثلا يخلي ايده على الاكل، اوكي؟ فشو يسوي؟ يسوي انجستشن بالكونتامينيتد فود اند ووتر، تمام؟ فيجي شخص ثاني هو مدمر الاكل مدمر، فمن ياكل هذا الاكل راح يصير بيه من هذا المرض بشخص ثاني يعدي، تمام شباب؟ السيست تنتقل لمرض ثاني، فمن تنتقل هاي السيست تنعاد هاي الشغله كلها تنعاد. اوكي شباب هسه لحد الان امورنا زينه، اوكي؟ يعني كلش بسيطه شباب، انه احنا ناكل السيست، هاي السيست تحول لتروفوزويد، تروفوزويد يسوي لي مرض، اوكي؟ بس هيك ببساطه، تروفوزويد ينقسم، تمام؟ او ممكن يتحول يرجع الى سيست، او اما ينقسم ويكون تروفوزويد ثاني ويسوي مرض، او ممكن جزء من عده يتحول الى اماتشور سيست، بعد هذا عن طريق عمليه الانسستيشن يجي كيس دايما دايما. الدور بعد هذا شنو؟ هذا السيست الدور احنا ناكله، تمام؟ ويصيب يعني ممكن هذا السيست ينتقل من ايد الانسان مثلا الى الاطعمه والاشربه، وشخص ثاني يشربه وينعدي. اوكي شباب هي فضلت حلت. هاي شغله نفسها. تشوفون هاي الصور انا ضايفه. تشوفون هنا اماتشور سيست انجستد، طبت وين للامعاء. زين من طبت هنا للامعاء طبت للمعده، بعدها من المعده طبت بالسمول انتستين. بالسمول انتستين شباب ايش راح يصير؟ يصير اي هسه خلينا نجي نعرفها. زين الطب بالسمول انتستين، من طبت بالسمول انتستين اي يقول لك نون انفيزيف كولونايزيشن، يعني ما راح تسوي مرض بالسمول انتستين، هي تدخل يعني باللارج انتستين تسوي لك انتستاينال ديزيز، تمام؟ فيقول لك شوف بعدين دور بي من تدخل باللارج انتستين ايش راح تسبب لك؟ انتستاينال ديزيز اللي هو المرض باللارج انتستين السببه مو بالسمول انتستين. فيا شباب زين تركز وياي، من طبت بالمعده، من المعده طبت وين؟ بالامعاء اللي هي الامعاء الدقيقه اللي هي سمول انتستين، راح يصير اكسستيشن تتحول لتروفوزويد، ما راح تنتج لك التروفوزويد شباب، تروفوزويد راح تنتج لك ايش قد؟ 8 تروفوزويد. هاي التروفوزويد يعني داخل انه الانتستين يبدي ينقسم ملتبلكيشن عن طريق باينري فيجن، تمام؟ باينري فيجن. فاما ينتج لك تروفوزويد جديد هذا يروح يسبب لك همين امراض، او ممكن شنو شباب هذا التروفوزويد اللي انقسمن الجديدات، تمام؟ ممكن يصير بهن انسستيشن تتكون كيس وبداخلها نواه واحده، بعدها هاي النواه شو يصير بها شباب؟ تنقسم تكون نواتين، الدور اربعه انويه، تمام؟ الدور هاي سيست اكزيست يعني اكزيت راح تخرج بالستول بالغائط. زين شباب اما بالستول ما راح يخرج بالغائط يا اما راح يخرج السيست راح تخرج، تمام؟ يا اما شنو؟
السيست راح تخرج، يا اما كذلك اويسس ممكن تخرج شويه ترافوزويد. هاي الترافوزويد يعني ممكن تموت بالنهايه لان ما تتحمل الظروف الخارجيه، يعني تحتاج جو الانسان تتغذى عليه الانسان فتموت، فتبقى فقط السيست. تمام شباب؟ فممكن احنا من ناخذ الغائط ونشوفه ممكن نشوف السيست ونشوف شنو الترافوزويد سويه، ماشي باس انفيسيس، فهاي معلومه خلوها ببالكم، حسب من نفحص راح تعرفون شنو السالفه. زين ممكن سي ممكن الاحتمال الثالث انه هاي شنو تخترق الدم تمام وتطب وتروح للليفر، تروح لللانج، تروح للبرين مالتنا، فهي شو يسموه اكسترا انتستاينال ديزيز، اكسترا يعني تخرج من من الانتستين وسبب لي ديزيز، اوكي شباب؟ وهاي نفس العمليه اللي حكيناها، زين. اجي اراويكم هنا الترافوزويد، هاي السيست وهاي الترافوزويد، الترافوزويد بيها نواه واحده، السيست بيها اربعه انويه، تمام؟ زين. شوفوا هنا بيها اربعه انويه بس هنا مو كلش واضحه صراحه، بيها اربعه انويه. العفو هاي اماتشور سيست، ما بيها اربع انويه، شوف هاي بيها نواه واحده. اوكي فنسميها اماتشور سيست. زين تشوفون هنا شباب الترافوزويد مو تسبب لك مرض، مو تاكل بالجدار مالت الامعاء، من تاكل بجدار الامعاء شباب هنا راح يطلع دم، ويا الدم ار بي سي، فهاي الترافوزويد شو تسوي شباب؟ هاي الترافوزويد تبلع الار بي سي، فانجستد ار بي سي، فنشوف داخلها هيك حمر، شغلات حمر، يعني هي ماكله الار بي سي، فهاي المعلومه كلش مهمه، شلون نفرق السيست عن الترافوزويد؟ احدى الشغلات اللي تفرقنا عنها انه هي انجستد ذا ار بي سي، تمام؟ شوف انجستد ذا ريد بلاد سيلز، انجستد ريد بلاد سيل، الله ياهي هاي الترافوزويد، هاي الاقدام الكاذبه مالتها، تشوفون هاي الار بي سي هي ماكلتهن. زين شباب وهاي النيوكليس مالتها. اوكي. وهاي السي دبل دي. اوكي الاقدام الكاذبه. فيعني اعتقد صارت كلش واضحه. زين. خلينا نجي هسه نجي نحكي. عندنا الترافوزويد. الترافوزويد شباب موجوده وين شباب؟ انهابت ذا وول اند اليومن اوف لارج انتستن. موجوده بالوول يعني تخترق الجدار. وتحفر بالجدار، كذلك موجوده باليومن يعني بباطن هاي الامعاء، موجوده اما بالباطن مال الامعاء او مثلا تخترق بالجدار. هاي هي الترافوزويد، من تخترق بالجدار شو تسوي؟ تسوي لك مرض اكيد يعني تخترق لك بالجدار. تمام شباب؟ تمام. ممكن هاي الترافوزويد تتحول يصير بها انسيستيشن تنقسم وتسوي لك سيست، وهاي السيست تخرج بالستول، هاي السيست تخرج شنو شباب؟ بالستول. تمام؟ فممكن السيست هم نشوفها باليومن، اوكي؟ فالسيست ممكن انهابت ذا اليومن اوف لارج انتستن. زين. ممكن هاي الترافوزويد من تخترق الجدار وتطب الدم وتروح وين شباب؟ تروح للدماغ، تروح للرئه، تروح للكبد، فسبب لي اكسترا انتستاينال ميتاستاسيس، يعني ميتاستاسيس يعني انتقال لمكان ثاني، ممكن ليفر اللي هو كمان اكثر شيء كمان الليفر واللانج والبرين. زين شباب. بعد اكو شغله دكتور، هل هاي السيست، هاي السيست تمام دكتور؟ هاي السيست لها مرحله او طور يسموه اليرقه، اليرقه تمام؟ يعني لها مثلا هذا طور اليرقه هيش، وهذا طور اليرقة هو طور غير نشط تمام وموجود بال مثلا في اي حيوان ثاني، مثلا هذا الحيوان مثلا دب تمام، مثلا دب على سبيل المثال تمام، وهاي اليرقة موجودة بالدب ومن تطلع من الدب وتطب الانسان تسبب به مرض، هل موجود هذا الشيء؟ لا هذا الشيء ما موجود، لكن في بعض الطفيليات اكو طور يسموه اليرقة اللي راح يسبب له هذا الشيء. تمام زين، فالدب يعتبر شنو شباب؟ الدب نعتبره انترميديت هوست، ليش؟ لان الدب ينتقل مثلا، هاي جاي اعطيك مثال يعني الدب ينتقل مثلا من الاتربه هذا التراب ينتقل من شباب للدب ومن الدب للانسان، فالدب صاير حل وسط ما بين التربه وما بين الانسان، تمام؟ فيسموه انترميديت هوست، هوست يعني المستقبل، فالمستقبل انترميديت ما عندنا احنا هنا، العفو ما عندنا هنا، تمام شباب؟ زين. من هو الديفينيتيف هوست؟ يعني الانسان الشغله اللي الشخص اللي راح تصيبه او الكائن اللي راح تصيبه وراح تسبب به المرض هو الانسان. هو الانسان، زين. اكو حاملين لهاي السيست لهذا المرض، حاملين لهذا المرض يعني مصابين حيوانات، تمام؟ يسموهم ريزيرفر، حاملين او خازنين هذا المرض، يا اللي هي هاي السيست وممكن هاي السيست تنتقل للانسان وتصيبه، اي يسموها ريزيرفر هوست، مثل الدوغ، مثل الريت، الريت اللي هي القوارض مثل الفار، تمام؟ والمونكي اللي هي القروده، زين شباب؟ زين. عندنا نوعين، عندنا انفكتيف ستيج اللي يسبب له عدوى بس ما يسبب له مرض، اللي هي يا هي ماتشور كوادرنجولار كوادرنيوكليتد سيست، اللي هي السيست اللي تكون ماتشور، اما اللي يسبب له مرض اللي هي سميناها باثولوجيكال، ضيفوها باثولوجيكال، تمام؟ ستيج يا هي اللي هي شنو شباب؟ اللي هي الترافوزويد، تمام؟ الترافوزويد، زين نجي نكمل. المود اوف انفكشن، شلون راح ينتقل هذا الانفكشن؟ شباب اما انجستشن، اني اكل مثلا هذا الشخص
تكرمون يعني شطف تكرمون ويعني ما غسل ايده عدل، تمام، وظلت السيست على ايده. فهذا وين هذا؟ مثلا هذا الشخص يشتغل باللحم، فممكن راح دور اللحم قاعد يقصقص باللحم، اجى انسان وانطاه هذا اللحم، فهذا اللحم معدي بالسيست، فهذا الانسان من راح اكل السيست فانصابي، تمام. فممكن انه ميكانيكال ترانزميشن، تمام، باي فلايز، ممكن حتى انه هذني شغلات تطير، البايق، الذبان، ممكن ينقلن هاي السيست حتى، اوكي، او شنو شباب، او ذولا اللي يطبخون، او الصراصير ممكن حتى تنقلن، عفوا مو ذولا يطبخون، او الصراصير تنقلن، تمام شباب، زين، او عن طريق الفود، هذا الفود هاندلز، الفود هاندلز اللي هو اللي يتعاملون مع الاكل، تمام، مثلا يشيل لك طماطه، هو يعد الطماطه بالسيست، او مثلا يشيل لك لحم، اللحام او شيء، تمام شباب، زين. كذلك هذا يسوي كونتامينيتد للفود، للدرينكينج، ممكن انت تشرب فود، ممكن هذا الشخص مرحله شفاء تعافى، تمام؟ فشنو؟ بس السيست موجوده بمنطقه البرينيوم يم فتحه الشرج، فمن شطف تكرمون ما غسل ايده عدل، فرجع مره ثانيه طبت السيست ومره ثانيه رجعت عند المرض، تمام؟ فهي شو يسموها اوتو انفكشن عن طريق فيكال اورال روت، انه شنو؟ فيكال طلع الاستول مالته، رجع مره ثانيه طبه بالسيست لين ما غسل ايده عدل، طبه السيست بحقه، تمام، ورجع سوى مره ثانيه، تمام. شوف، فيقول لك هاند تو ماوث، هاند تو ماوث، ليش؟ لان من شطف ما غسل ايده عدل، غسل ايده معود، شنو السالفه؟ زين، فما غسل ايده عدل، شو احكي بحرق يعني. هو من هو؟ زين، فما غسل ايده عدل، فشنو راح صاب نفسه؟ زين، ممكن يعدل اكل هاي السيست، ممكن هذا، غسل ايدك، بس غسلها رحمه اي. فيا شباب، ممكن حتى شايفين دولة هذا النهر، هذول يعني بالقرى والارياف تكرمون، يعني هناك ماكو التواليتات وشي، فيم النهر شنو يقضي حاجته، فممكن هاي الاستول تطب النهر فينعد المي، يجي مثلا شخص ثاني يشرب من هذا المي وينصاب، اوكي. فهاي المود اوف ترانزميشن، شغلات اللي تنقله كلش مهمات شباب، كلش مهمات، اما عن طريق كونتامينيتد فود اند درينكينج، او عن طريق الشخص اللي يتعامل مع الاكل، او عن طريق الصراصير ممكن تنقل لي هذا، او عن طريق مثلا هاي السيست موجوده وين؟ بالفلايز، تمام، يعني بالشغلات اللي تطير، او عن طريق فيكال اورال روت، هذا الاوتو انفكشن. فهذا الاوتو انفكشن كلش مهم، يقول لك اوتو انفكشن موجود بالاميبياسيس، يقول لك ايه، تمام. هسه وصلنا علما لللايف سايكلز، تمام، هسه احنا وصلنا ساعة نحكي اصلا على السايكل، زين، نجي نكمل. زين، اذا مثلا هذا الشخص من غسل ايده طلع وين الاستول؟ احنا ايش قلنا؟ يطلع مرات سيست ويطلع سيست، ومرات تطلع تروفوزويت. هاي التروفوزويت شباب اذا اكلها تمام، مثلا خلى ايده وصار اوتو انفكشن واكلها، هل هذا التروفوزويت راح يسوي عنده مرض؟ لا، ما راح تسوي عنده مرض، لان شنو شباب؟ هاي انجستد. شوف الانجستشن، on ingestion انت من راح تاكل التروفوزويد يقول لك disintegrate، راح تتفلش هاي وين؟ بالستومك. اما السيست لا، تتحمل السيست. فهنا شباب السيست من بالستومك ما راح تتفلش، ليش؟ انا راح تحط بيها صح انزيمات وتمشي لهنا وتطب السمول انتستين ويصير بيها اكسستيشن، تمام، وتنطيك التروفوزويد. فالتروفوزويد تمشي عادي باللارج انتستين بالسمول انتستين لان ماكو انزيمات انه تفلشها، تمام، عكس الحامضيه مالت المعده، الحامضيه مالت المعده كلش قويه، فالماتشور سيست هي اللي تجرع الحامضيه مالت المعده، تجرعها، تمام شباب. اما التروفوزويد لا، ما تجرعها وتموت، تمام. فيقول لك وايل اونلي ذا ماتشور سيست ريزيست ذا ستومك اسيديتي اند باس تو سمول انتستين، راح تعبر للسمول انتستين، بالسمول انتستين راح يصير بيها اكسستيشن، راح يصير بيها شنو دكتور؟ اكسستيشن. من راح يصير اكسستيشن وين؟ بالبروكسيمال سمول انتستين، يعني بالنهايه العلويه مالت السمول انتستين اللي هي هاي، تمام شباب؟ زين. فالميتاسيستيك ستيج يعني السيستيشن يقصد هنا السيست، يعني حاله السيست، راح يصير بيها اسكيبس، يعني راح تروح السيست، تمام، وراح يطلع ديفايدز، يعني راح تنقسم هاي النواه اللي موجوده داخل هاي السيست، تمام، وتنتج لي 8 سمول اميبا، سميناها شنو؟ سميناها تروفوزويت، اوكي؟ كمل. هاي التروفوزويت راح تمشي تمشي تمشي، توصل وين شباب؟ توصل لمنطقه ما بين الاليوم والسيكم، تعرفون اعتقد الاليوم والسيكم اللي هي هاي المنطقه. اوكي؟ هاي المنطقه يسموها اليوسيكال ريجن. الاليوسيكال ريجن شباب هاي تروفوزويد تمشي لليوسيكال ريجن اند ملتبلاي باي باينري فيجن، وبهاي الاليوسيكال يعني ريجن راح تبدا تنقسم كلش هوايه، تمام، وبعدين راح تعبر الدور اليومين اوف كولون، تبدي بالاسيني كولون ترانسفيرس، الدور ديسيني كولون، سيجمويد كولون، تمام، وبالركتم هم تكون موجوده، تمام. تتغذى هنا باللارج انتستين، تتغذى على الستارش، لان اللارج انتستين تكون غنيه بالستارش بالنشا،
تمام. فهاي التروفوزويت فيدنج اون ستارش، كذلك الميوكس تتغذى عليه تمام، وباس ان ليكويد ستول بالستول اللي بعده ما متكون تمام، يعني الغاط اللي بعده ما متكون يكون بحاله سائله يسموه ليكويد ستول تكون تمشي بيه تمام. وميبي اندرجو انسيستيشن، ممكن هاي تنقسم، هاي التروفوزويت تنقسم تكون التروفوزويدات هوايه، وممكن تنقسم وتكون التروفوزويت وهاي التروفوزويت يصير بها انسيستيشن مثل ما حكيت لكم داخلها نواه واحده نسميها اماتور تروفوزويت تمام شباب. انسيستيشن انسيست باس الفورمد ستول، وهاي السيست اللي كونناها راح تخرج بالستول تمام، تخرج وين؟ بالفورمد ستول، الستول اللي تكونت اللي صلبه تمام شباب. لكن هاي الستول البقيه اللي تكونت، العفو هاي التروفوزويت تكون البقيه تكونت، هي هاي راح تسوي لي المرض تمام. فيقول لك هاي التروفوزويت also تروفوزويت ماشي may invade، ممكن تخترق الجدار مات اللارج انتستن. من تخترق جدار اللارج انتستن هنا يما وعاء دموي، ممكن تطب الوعاء الدموي وتنتقل للكبد، وممكن من الكبد تروح للرئه، من الرئه تصعد مثلا للدماغ تمام ماشي. زين شلون تخترق الوعاء الدموي؟ من خلال انزيمات هي تفرزها. شلون تخترق العفو جدار الامعاء؟ من خلال انزيمات هي تفرزها يسموها ليتك سكريشن، ليتك سكريشن انزيمات محلله تمام، فرازات محلله. هسه راح ندرس شنو الانزيمات ماشي. فايش راح يسوي شباب؟ انفيد ذا هوست تيشو ثرو بلاد فيزل، فهي راح تسوي انفيد تهجم على الهوست تيشو انسجه الجسم مثل الليفر مثل اللانج مثل البرين تمام، من خلال انه هي تطب البلاد فيزل. وبهاي الحاله شنو نسميها؟ نسميها تكون مرض خارج الانتستين، خارج الامعاء، خارج اللارج انتستين، نسميها اكسترا انتستينال انفيجن. وهاي كلش 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 مهمه تمام شباب، كلش 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 مهمه، نقول لك مهمه يعني فوق ما تتصور يعني اوكي. فالداي كان مسوي لك اياها حمراء. فبالتالي كملخص للباثوجينيسيس، عمليه تكوين المرض، شلون شباب راح تتكون المرض؟ يا اما المرض تكون باللارج انتستين، بالانتستين تحديدا، باللارج انتستين جر سهم واكتب باللارج انتستين تحديدا، او اكسترا انتستينال اميبياسيس تمام شباب. فالاميبياسيس مرض اميبي، اما بالاكسترا انتستين اللي هو وين؟ بالاكسترا انتستين بالليفر او بالبرين او بال باللانج، اما هنا وين؟ باللارج انتستين. زين فالانت اميبا هيستولوجيكا لايف ان لارج انتستين، تعيش باللارج انتستين. زين العفو ليفز ان اللارج انتستين تمام، العفو مو ليفز، لايف يعني راح تعيش باللارج انتستين، مو راح تعيش باللارج انتستين. اما ككومنسل هاي الانت اميبا هيستولوجيكا مرات شباب شنو؟ هاي الانت اميبا هيستولوجيكا انصح قلت لكم هي تكون مرض، لكن تكون مرض بنسبه 10% ترى تمام شباب، لكن 90% هاي الانت اميبا هيستولوجيكا المناعه مال جسمنا تطرحها مرات تقتلها، مرات لا هي اصلا تعيش عادي يعني كطفيل عادي يعني ما يسبب اي مرض تمام. ف مرات تعتبر هاي كومنسل اذا عاديه ما تسبب مرض، نسميها نن باثولوجيك يعني ما تسبب لك مرض، without produce any clinical manifestation، بدون ما تنتج any clinical manifestation يعني مظاهر سريرية يعني شنو؟ بدون ما تنتج أعراض تمام، but some time become pathological and attack the mucosa تمام. هنا خلي أي ميوكوزا تمام، يعني ممكن إنه يسبب لك pathology وتخترج الميوكوزا اللي هو جدار الأمعاء تمام، الوال مات الأمعاء، ويسبب لك مرض تثقب لك جدار الأمعاء أوكي شباب. زين دكتور قلت لي 10% سوى مرض، زين على يا أساس هذا؟ يعتمد على أول شيء تسوي مرض إذا كان الحالات الآتية متوفرة، هسا رح نجي نحكيها. فيقول لك الباثوجينيك اكتيفيتيز مالت الانت اميبا هيستولوجيكا تعتمد على هاي الباثوجينيك، على من يعتمد؟ شلون راح يصير المرض اصلا؟ على من يعتمد؟ يعتمد على ريزيستنس اوف هوست، يعني شنو؟ المقاومة الهوست يعني المناعة، هذا مناعته زينة اذا ما يصير مرض، مناعته مو زينة اذا يصير عنده مرض، الستيت اوف نيوتريشن، هذا ياكل زين اذا المرض احتماليته قليله، اذا ما ياكل زين المرض احتماليته تبين عليه الاعراض تمام. اسوشيتد انفكشن اور ديبليتد ديزيز، ممكن شنو شباب؟ هذا الانسان صح انصاب بالاميبا بس هو ممكن عنده انفكشن ثاني مثلا بكتيريا او فيروس صايبه تمام، فممكن يزداد عنده المرض ويتبين عنده الاعراض تمام. ممكن عنده ديبليتد ديزيز ثاني، كرونيك ديزيز مثلا، عنده كرونيك رينال فيلر، الدايبيتس ميليتاس تمام، اللي هو السكري شيء ممكن يزيد عنده الاعراض اوكي. زين كذلك الاميبك سترين، الجهد الاميبي، هاي الاميبا من تدخل، اكو اميبا تدخل يسموها فايرونس يعني كلش قويه تمام، قويه شديده وانفيزيفنس وتخترق الجدار بسرعه يعني بها طاقه تمام. كذلك تعتمد على النمبر اوف اميبا، كميه الاميبا اللي دخلت، السيست اللي دخلت ايش قد تمام، اذا هواي سبب مرض تمام. مرات هسه هاي شنو؟ هاي بشكل عام تمام، لكن عندنا شباب local condition of intestinal tract، شغلات موجوده بالانتستين، بالانتستين تسهل المرض تمام. invasiveness is facilitated by
الاختراق مال جدار الامعاء فاسيليتيتد باي اكو شغلات بالامعاء سهله، مثلا الامعاء تكون غنيه بالكربوهيدرات دايت، واحد ماكل كربوهيدرات هو ماكل خبز هو تمام، ممكن هذا يسهل الانفيزفنس. ليش؟ لان هاي راح تاخذ الخبز تحلله الخبز تمام اللي موجود، هذا الخبز شباب تستفاد منه ككربوهيدرات، تستفاد منه كطاقه، راح تنتج طاقه من عنده، فتكون عندها طاقه هاي الاميبا تخترق جدار الامعاء. كذلك الانجري اوف ميوكوزا، ممكن هذا الشخص عنده سابقا الامعاء ما تبيها انجري هنا تمام، فهاي تستغل هذا الشيء وتبدي تحفر من مكان الانجري، تعتبره نقطه ضعف ممكن هاي. وبعد شنو شباب؟ اذا كانت اكو نورمال بكتيريال فلورا تمام، يعني شنو البكتيريا فلورا؟ هي البكتيريا الحميده اللي موجوده داخل الامعاء، اذا كانت كلش هواي ممكن تتخبل عليه هاي البكتيريا الحميده وتسهل انت امي بهستولوجيكا انه شنو تساعدها حتى تخترق جدار الامعاء وتسبب لك مرض تمام شباب. زين، لكن تتخبل عليها هاي بحالات نادره، لكن في بعض الاحيان وبالحالات اللي مو نادره تمام شباب، يعني بحالات اللي هي طبيعيه، البكتيريا الفلورا اذا كانت هواي شباب تنافس الانتا اميبا هيستولوتيكا. دكتور شنو تنافسها؟ مثلا هنا اكو كربوهيدرات، هاي الكربوهيدرات في الاحمر، هاي البكتيريا فلورا هي اللي راح تاكل هاي الكربوهيدرات، ما تخلي الانتا اميبا هيستولوتيكا تاكل الكربوهيدرات، بالتالي تموت من الجوع الانتا اميبا هيستولوتيكا وما يتكون مرض. فهاي فائده البكتيريا الحميده شباب تمام. تمام زين دكتور، فود ستيسس، يعني شنو دكتور فود ستيسس؟ انا اقول لك شنو فود ستيسس، اللي هو ركود الاكل، يعني هاي باللارج انتستين الاكل هنا متجمع ما جاي يمشي. زين، هاي هنا موجوده شنو؟ موجوده هنا التروفوزوت، التروفوزوت تريد تطلع من الغاط، عن مود نخلص منها لان كمياتها صارت هائله، فبدت تتجمع هنا ما تقدر تطلع لان الغاط هنا شنو؟ سادها، صار اكو كونستبيشن، اكو بطنه قبض، الاكل متجمع هنا وما جاي يمشي. تمام شباب؟ فممكن هاي تؤدي الى انه تحفر الجدار، هاي التروفوزوت تحفر الجدار المقابل الها. تمام شباب؟ زين، وتعبر بالدم وتسوي لك ترانتستاينال انفكشن، او ممكن تسبب لك تخترق الجدار، تسبب لك يعني اضرار بالجدار مالت الامعاء. فهاي شغلات اللوكال شباب، الشغلات اللوكال انا هسه راح اجي اوضح لكم اياها اللوكال كونديشن. تمام شباب؟ اول شغله اللي هي الكربوهيدرات، هاي اول شغله. تمام شباب؟ زين، الانجري اوف ميوكوزا هاي ثاني شغله، ثالث شغله ورابع شغله، فاربع شغلات كلش مهمه انت تقراها ذني. عفوا انا سويت والله ما ادري. تروفوزويد اتاج تو ذيم سيلف. ها شوف هنا التروفوزويد شلون اتاتش، تتصل بالجدار مالت الامعاء، تلزق عليه، تلزق عليه عن طريق شوف تروفوزويد اتاتش ذيم سيلف، تربط نفسها تمام بالسيرفيس ابيثوليوم ماشي مالت من الابيثوليوم مالت الامعاء تمام، ايدد باي انزيم، عن طريق انزيم يساعد عمليه الالتصاق اللي هو مثل العلاج تمام، نسميه انتا اميبا هيستولوتيكا لكتين، لكتين تمام. من تلزق بالامعاء الدور راح تبدي ستارت كراولينج، تحفر تمام اوفر ذا ميوكوزا، تحفر بالميوكوزا تمام. فهي اول شيء لزقت بالامعاء الدور تبدي تحفر بالميوكوزا. تمام شباب؟ زين الدور من شلون تبدي تحفر، شلون تبدي كراولينج بالميوكوزا؟ عن طريق هذا الانزيم اللي يسموه هيمولايسين تمام، فيقول لك سكريت سايتوليتيك انزيم، انزيمات محلله للخلايا اللي هي الابيثيليال سيلز تمام. وبالتالي راح تسوي بور فورمينج، اول شغله راح تسوي مسام اللي هي نقره صغيره كلش صغيره نسميها بور فورمينج. تمام شباب؟ ياهو هذا الانزيم مو راح يسوي بهاي البور تمام، هاي المسام الصغير، فبالتالي هذا الانزيم ممكن نسميه بور فورمينج انزيم تمام، او نسميها اميبيك بور اللي راح يسوي نقره هيك صغيره بالجدار مالت الامعاء تمام، نقره صغيره مو كلش كبيره. ويتش ليد هاي ممكن يسوي لي نكروسس بالخلايا بالابيثيوليا سيلز تمام، هذا الهيمولايسين من الفريز يسبب لي موت بالابيثيوليا سيلز تمام، وذ بور فورميشن ويتكون هذا المسام اللي هاي النكره الصغيره. تمام شباب؟ زين الاميبا ابزورب ذا نيوتريشن فروم ديسولفد تيشو. تمام زين، هاي الاميبا شباب هذا النسيج الميت، هاي الخليه مثلا، هذا جدار الامعاء وهاي الخليه، داخل الخلايا مال الامعاء مواد غذائيه، فمن راح تموت راح تطلع المواد الغذائيه، تطلع المواد الغذائيه الاميبا تستفاد منها تمام، من الديسولفد تيشو، من المواد من الانسجه اللي احنا كتلناها الديسولفد تيشو تمام. وانجستد كذلك راح ناكل، راح تاكل مو احنا، الاميبا راح تاكل الار بي سي، الدم اللي راح يطلع اللي بي ار بي سي هنا بالماي كابيلاري وشي تمام شباب، راح تاكله. فقلت لكم شنو شباب؟ الاميبا بداخلها ار بي سي، يا هي اللي هي التروفوزويد مثل ما تشوفون هنا الار بي سي انجستد ريد بلاد سيلز. زين شباب؟ وهاي الميزه كلش كلش مهمه، مش ما احكي عليها مهمه؟ يعني صدق صدق مهمه، دائما تجي ام سي كيو اللي يا هي اللي تاكل ار بي سي اللي هي التروفوزويد مالت الانتا اميبا هيستولوتيكا. تمام شباب؟ ان تشوف فراجمنت ثرو سي دابودي سي دابودي سيركليشن، يعني شنو شباب؟ ممكن هم تاكل هذا النسيج الميت، تاكله كله تمام؟ عن طريق شنو؟ عن طريق هاي السي دابودي
سوي انسيركليشن، تحيط بال تمام تمتات وتحيط بالاكل مثل ما وضحت لكم قبل شويه بالبدايه، وانه تاكل الاكل تمام يسموها سيدو بودي انسيركليشن يعني انه تحيط تسوي دائره، هاي سيدو بودي رجليها هيش تتقوس وتحيط بالاكل وتاكله مثل ما تشوفون هنا، شوفوها هنا الاكل يطب جوا مثلا تحيط بيه وتاكله. زين شباب زين، بعدها ممكن شباب هذا البور، هذا البور اللي كونه الهيمولايسين، هذا المسام الصغير ممكن يكبر 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 ويتحول الى هول فورمينج. شنو هول؟ نقره كبيره، حفره كبيره بالميوكوزا. شوفوا شباب هاي الميوكوزا، هاي الميوكوزا وهاي الصب ميوكوزا، فممكن شنو شباب؟ شوفوا هنا الحفره اللي صايره بهذا الشكل بالاحمر اللي رسمتها، هاي التروفوزويد هنا صايره، شوفوا شلون حفره قامت تدخل ديب ولاترالي داونورد ولاترالي، اعطتني هذا الشكل اللي يشبه القاروره، يشبه القاروره اذا تشوفون هذا الشكل اللي يشبه القاروره، اللي هو كونت لي هول فورمينج شباب، هول فورمينج مثل ما تشوفون هنا، هول فورمينج تمام؟ اللي هي نقره كبيره، هاي النقره شو نسميها شباب؟ فلاسك شيب، تكون مثل الفلاسك، هاي كلش كلش مهمه، شايفين هاي؟ كل سنه تجي. فلاسك شيب وين موجوده؟ بالانتامي بهيستولوتيكا من تحفر، تمام؟ زين، فيقلك تروفوزويد انتر ذا صب ميوكوزا، تمام؟ وراح تسوي هول فورمينج، زين. فبالابيثيوليال لاير، اند كونتينوس بروسيس، وتستمر هاي العمليه مالت الحفر، عمليه البروسيسنج يعني مال الحفر اللي هي مالت السيتوليتيك داون وورد ولاترالي، مثل ما قلت لكم، ماشي. فيقول لك الايرلي ليجن شباب، يعني الليجن بالبدايه شلون راح يكون؟ هاي الامعاء، تمام؟ راح اجي ارسمها بالعرض، هاي الامعاء، تمام؟ شو راح تسوي بالامعاء؟ اول شيء هاي الميوكوزا وهاي الصب ميوكوزا، تمام شباب؟ هاي الصب ميوكوزا. فاول شيء شباب شلون راح تكون؟ يا اما بالايرلي ليجن شلون راح تكون؟ اول شيء تيني اريا يعني مكان ضئيل او صغير من النكروسس بالسوبرفيشال ميوكوزا، يعني هنا مكان مثلا هذا صغير نكروسس بالسوبرفيشال ميوكوزا، تمام شباب؟ زين. اور سمول نودولار اليفيشن، هذا مكان صغير بس تبدي تدخل الباراسايت اللي جوا داون وورد وتبدي تسوي لك هاي الحفره، تمام شباب؟ لكن هنا بالبدايه تسوي لك هذا المكان صغير، تمام؟ او مرات لا اسوي لك التهاب هنا ويصير اكو اليفيشن نودولار اليفيشن، نص هذا الاليفيشن اكو فتحه، هاي الفتحه تسوي لك شنو؟ اللي هي هاي الفلاسك شيب، تمام شباب؟ اللي هي مثل القاروره، تمام؟ اور سمول نودول اليفيشن وذ مينيت اوبننج ذات ليد تو فلاسك شيب، تهدي لك هذا الفلاسك شيب، تمام كافيتي، زين. زين، هذا الفلاسك شيب كافيتي ايش فيه؟ يقول لك كونتيننج خلايا ميته اكيد، وميوكوزا اكيد يحتوي، والتروفوزات اكيد يحتويها، ماشي؟ يقول لك وايل اميبا سيست نيفر فاوند ان ذيس تيشو، يقول لك السيست ما موجود، ليش؟ لان السيست اصلا نيفر فاوند، هاي كلش مهمه، لان التروفوزات هو اللي يحفر، هو اللي مسؤول، هو الاكتيفيتي، هو اللي ياكل، هو اللي يسوي بالعرض، السيست شباب تدخل فقط تتحول لتروفوزات، هاي وظيفتها، تمام شباب؟ ذيس السر، ذيس السر هذا الالسر اللي صار شباب، التقرح اللي صار اللي هو على شكل فلاسك شيب، تمام؟ نسميه فلاسك شيب او كريتر اللي هي مثل فوهه البركان، يعني تشبه هنا هم البركان، تمام؟ لايك السار، زين شباب؟ زين. راح نحكي شويه عن الالسار، شوفوا شباب الحواف مالت الالسار، الحواف مالت الالسار اول شيء القاعده مالته بها خلايا ميته، اوكي شباب؟ و بها خلايا ميته وبها يعني شلون اقول لكم نكروتيك بيس يعني خلايا ميته بها خلايا مناعيه كذلك، تمام؟ المهم يعني يصير القاعده مالتها لونها اصفر، تمام؟ اما الحواف مالت هذا الفلاسك، تمام شيب الحواف مالته تكون شنو شباب؟ احنا نسميها هذا الاسم هسه خليني اطلع لكم اياها وينها؟ اندر مايننج ايدج، اندر مايننج ايدج او اندر مايننج ايدج يعني شنو؟ يعني تكون هشه، اندر مايننج هشه، تمام شباب؟ يعني مو كلش شلون اقول لكم هشه ضعيفه الاجمالتها هنا، اوكي؟ يعني تقدر انه تخترقها وتروح لاترالي، اوكي شباب؟ وبالبيس اكو نكروتيك بيس خلايا ميته، تمام؟ فبالتالي وذ يلو بيريونيت ممبرين كفر ذا بيس، اكو ممبرين غشاء راح يكون يلو لونه اصفر وبيريولنت يعني من القيح، تمام؟ كفر ذا بيس، القيح اللي هو شنو؟ يحتوي على الخلايا الميته، تمام؟ البيريولنت يعني قيح يحتوي على خلايا ميته والخلايا المناعيه، تمام؟ تنطي اللون الاصفر اللي يكون بالقاعده، زين شباب؟ هذا نعم. زين، السر موست كمان ان هذا الالسر وين يصير دكتور اكثر شيء؟ موست كمان شباب يصير لك هنا بهاي المنطقه الانليوسيكال والسيجموركتال،
بهاي المنطقه بالسيجمويد وبالركتم وبالاليوسيكل. هنا يصير هذا الالسر اللي هو الفلاس شيب ألسر اللي درسناه هسه، تمام شباب؟ زين، فوين يصير؟ يصير بالاليوسيكل ريجن فولود باي يتبع حد دور سيجمو السيجمو ركتال ريجين، يعني اول شيء يصير هنا وبعدين ممكن انه يصير هنا، هاي الكمن الكمن مالته، تمام؟ انه هنا وبعدين دور يصير هنا، ممكن يصير هنا لكن اكثر شيء كمان انه يصير هنا. زين، وايل باسج اوف ليجن بروجرس، يعني تطور هذا الليجن، تمام؟ سلافنج اوف لارج ميوكوزال بارت اكسبوزد ان لارج نكروسيس اريا، سلافنج اللي هو تقشر لارج ميوكوزال بارت، يعني من الميوكوزا تبدا تتقشر كلش هوايه، هاي الامعاء تبدا تتقشر الميوكوزا، تمام؟ الدور كل ما تتقشر الميوكوزا كل ما شنو شباب؟ يجي ان الباراسايت يسوي هجوم هنا، تمام شباب؟ ويحفر همين ويحفر هنا، في اكسبوزنج راح يعرض لارج نكروتيك اريا، راح يكون لارج نكروتيك كلش كبيره من موت الخلايا، ليش؟ لان هنا جاي يحفر، كل ما يكون سلافنج بالميوكوزا، تمام شباب؟ كل ما يكون تقشر بالميوكوزا. زين، تقشر بالميوكوزا انه نتيجه شنو شباب؟ ممكن نتيجه انزيمات هاي الاميبا، او ممكن نتيجه ضعف الامعاء، نتيجه انه جاي تاكل المواد الغذائيه هاي الاميبا، تمام؟ فبروجرس ليجن، حتى انا قلت لكم بالبروجرسنج ليجن، يعني من يتطور الليجن ممكن هذا الجدار مالت الامعاء ماشي الابيثيولي كله يصير له سلوفنج، تمام؟ انه يتقشر. زين، اصل السر يعني اكسبانشن، يعني راح يتطور الالسر وكل شيء يعني يكبر، وممكن شنو شباب؟ بينتريت ذا انتستاينال وول، يخترق الانتستاينال وول، تمام؟ زين، بالانتستاينال وول هنا وعاء دموي، فممكن يسوي بيرفوريشن، شوف عفوا كلمه وعاء دموي، ممكن هذا يخترق الجدار يسوي بيرفوريشن. زين، من يسوي بيرفوريشن شباب ركز وياي هنا ايش راح يسوي؟ يسوي لك بريتونايتس، هيمورج اول شغله، لان راح يضرب الوعاء الدموي ويسبب لك كذلك بريتونايتس. زين، اللي هو البروتون يصير به التهاب مثل ما تشوفون هنا يخترقه، وكنا بروتون بروتونيوم فيسوي لك بروتونايتس، ممكن يسوي لك هيموريج همين، اوكي نزيف، يعني كلش خطره السالفه. مثل ما تشوفون هذا شلون مخترق، وهنا الوعاء الدموي شلون طاقه، تمام؟ فمسوي لك بروتونايتس، هذا يسوي لك يعني هواي شغلات كلش هواي بروتونايتس، ويسوي لك هيموريج. زين شباب، زين زين، هذا الالسر شباب، لنفرض هذا الالسر هنا بدا يتشافى، بدا يصير له هيلينج، تمام؟ وتكون هنا فايبرز تشو، فايبرز تشو، وبدا قام يصعد لفوق هذا الالسر هيك، قام يبين شنو شباب؟ مثل الكانسر، مثل السرطان، مثل الاليفيشن، شوفوا شباب هيك صار، هذا من يتشافى، هذا فايبرز تشو، تمام؟ الفايبر هنا صار له هيلينج، تمام؟ فهنا شباب كلش خطر، هنا يقول لك ريبيتد انفلاميشن، تمام؟ انه هنا كل ساعه يصير التهاب ويتعالج، يصير التهاب ويتعالج عن طريق شنو شباب؟ اند هيلينج، اللي هو الهيلينج شنو؟ اللي هو ديبوزيشن اوف فايبرز تشو، انه الفايبرز تشو هنا يبدا يتجمع، تمام؟ والجرانيولوما فورميشن راح تتكون جرانيولوما، دكتور شنو هي الجرانيولوما؟ عباره عن فايبر الياف ومواد وخلايا مناعيه نسميها جرانيولوما، تمام؟ زين، من راح تتكون؟ راح تترك لي ارتفاعات هنا اند جرانيوليشن فورميشن، يعني راح تتكون جرانيولوما اللي حكيناها هسه اراوند ذا السر، يعني بالالسر او اراوند اله، تمام؟ وثيكنينج اوف انتستاينال وول، انتستاينال وول راح يبدا يتخن، ليش؟ لان اكو فايبرز تشو الياف جاي تصير وما ادري شنو شباب، فهذا يعطيني مستيكين انه يعني انا اتوهم انه هذا عبالي تيومر، او مثلا عبالي تيوبركلود جرانيولوما، جرانيولوما من ناحيه تيوبركلاس، تيوبركلاس بعدين راح ادرسوها شباب اللي هو مرض السل الراوي، هذا السل الراوي بكتيريا، ممكن هاي البكتيريا تطب الدم، هي تطب اول شيء بالرئه، ومن الرئه ممكن تطب الدم هاي البكتيريا، ومن الدم ممكن توصل للامعاء وتسبب لي هنا فد نوديولز، فد دوائر هنا، تمام شباب؟ نسميها تيوبركلوس جرانيولوما، تمام شباب؟ فهاي ممكن انا اتوهم عبالي انه هاي، لكن بالحقيقه انه هاي اميبا، تمام؟ فهاي الحاله شو نسميها؟ نسميها اميبوما، 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 انه شنو شباب هاي الاميبوما؟ اميبوما، انه هنا هذا الالسر جاي يصير به هيلينج، فيصير ديبوزيشن اوف فات، العفو اوف فايبر، الالياف تتجمع، فيصير اليفيشن هنا، تمام؟ انا عبالي انه هو سرطان هذا، تمام؟ زين، تكومبوز، فهي كلش مهمه الاميبوما، كل يعني حرفيا كل سنه تجي هاي الاميبوما، تكومبوزد اوف كولاجين، من اخذ الاميبوما واشوفها بالمجهر، اشوف تتكون من الياف الكولاجين، تمام؟ و كولاجين فايبرز تشو من الياف الكولاجين، وكرونيك انفلاميتري سيل، وخلايا مناعيه، تمام؟ يعني خلايا مناعيه شوفها هنا موجوده نسميها كرونيك انفلاميتري سيل، تمام؟ فممكن اصلا هسه نرجع، ممكن شو يصير شباب؟ انفيزف للبلاد فيزل، وتمشي بالبلاد فيزل ويصير عندي اكسترا انتستاينال، تمام؟ مانيفستيشن او اميبياسس، هسه راح نجي ندرسن الاكسترا انتستاينال اميبياسس. زين دكتور تعال وياي،
الاكسترا انتستاينال اميبياسيس، ممكن اول شيء راح ناخذ للليفر الاميبيتيك ليفر ابسس هنا، زين هنا ممكن يعبر للليفر، ممكن هاي التروفوزويد الطب، وين شباب؟ الطب الليفر، الطب البلد، ومن البلد تعبر للليفر، تمام شباب؟ يا بلد تحديدا البورتال، البورتال فين، ممكن يعني طب البورتال فين، ومن البورتال فين فين توصل ايمن شباب وين؟ للليفر. زين خلينا نجي نكمل. فاقول لك ممكن يوجوالي اكر ان دايركت ترانسبورت، يعني دايركت مباشره ترانسبورت التروفوزويد فروم لارج انتستين فيا بورتال فين، ممكن من البورتال فين توصل ايمن للليفر. زين ميبي زين من توصل بالليفر شو راح اسوي؟ راح اسوي قيح، تمام؟ من سوى هذا القيح، اما يكون قيح واحد سنجل او مالتيبل، تمام؟ لوكال ان ابر ريجن الابر رايت لوب اوف ليفر، يعني شنو؟ هذا الليفر بي تو لوب، هذا الليفت وهذا الرايت، فتسوي هنا بالابر بالابر ابر رايت اللي هو هنا بالجزء العلوي، تمام؟ شو تسوي؟ تسوي ليفر ابسس قيح بالليفر، تمام؟ يعني التهاب وتجمع مال خلايا هذني الاميبا هنا، يعني سالفه كلش طويله، تمام شباب؟ تمام. فتسوي لي ليفر ابسس، وهذا الليفر ابسس شباب بالبدايه انه ايش تبدي؟ اول شيء اول ما تصيب الليفر ما تسوي هذا الابسس اللي هو الكبير، هذا القيح الكبير، لا، اول ما تجي تسوي؟ تسوي هاي فوكاي، فوكاي انويه صغيره من الالتهابات من القيح، هذا هاي الانويه تبدي وحده تتحد مع الثانيه، تمام؟ يسموها كواليسس، تمام؟ ومن تتحد مع الثانيه يكونون هذا اللي هو الابسس الكبير، تمام؟ يسمونه سنجل ابسس، ابسس كبير، اوكي شباب؟ اوكي، هسه نجي نحكي. فقلت this lesion start as a small necrotic foci، small necrotic foci اللي هي focus يعني انويه صغيره، small necrotic foci، small necrotic foci، تمام؟ وبعدين هاي صارت كواليسس تدمج وتسوي لي سنجل ابسس، and continue enlarged ممكن تكبر كل شيء هوايه، وهذا التروفوزويد تسوي destroy and ingest the liver cell، تفلش الليفر سيل وتاكلهن، هاي التروفوزويد اللي هي الاميبا. هذا الابسس containing، زين هذا الابسس من اسحبه تمام واشوفه بالمجهر، ايش راح اشوف؟ ايش يحتوي على شنو؟ اللايتك هيباتوسايت، هيباتيك سايت ميته صار بها لايتك متحلله، تمام؟ اشوف كذلك الاريثروسايت، خلايا مناعيه، خلايا الدم، تمام؟ ممكن اشوف بايل اللي هي الماده الخضراء اللي تتكون داخل الليفر، ممكن اشوف فات، تمام؟ فممكن اذن وجود هذين المكونات ينطيني لون الابسس من اسحبه اما اصفر، او ممكن اشوفه ريدش يعني احمر. زين من اشوفه هذا يعني كلون تقريبي صوص الانشوفي، اكو صوص يسموه الانشوفي مثل الصاص، يشبه الصاص، تمام؟ بحيث انه اللون مالته يقول لك مثل يشبه الصوص الانشوفي، تمام؟ تمام. فهي اول شيء يسبب الليفر. زين ثاني شيء شباب يطب للبولمينري يعني لللانج، شلون يطب لللانج؟ هذا الحكي ما عليكم فيه. شوف شباب يعبر من الليفر، تمام؟ هذا الابسس ممكن يكبر يكبر يكبر, يكبر. نخلي اسمه بالاحمر، يكبر 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 ويخترق شنو شباب؟ يخترق الدايفرام، يخترق الدايفرام ويطب الرايت لانج، الرايت لانج تحديدا باللور بول، باللور لوب، تمام؟ لور لوب يعني مات الرايت لانج، زين شباب؟ او عن طريق انه هذا يطب يعبر من الليفر، وين يطب شباب؟ بالوعاء الدموي، ومن الوعاء الدموي ينتقل للش اسمه للرئه، فبالرئه يا اما دايركت من الليفر يخترق الدايفرام، او ان دايركت يطب الوعاء الدموي، من الوعاء الدموي يطب وين؟ بالرئه، زين شباب؟ هاي فقط هيك، هاي اللي اريدك انت تعرفها، تمام شباب؟ ف usually direct extension from liver across the diaphragm، تمام؟ وماي بي هيماتوجينس، ممكن كذلك هيماتوجينس. اللانج ابسيس ماي بي سنجل اور مالتيبل، تمام؟ واكثر شيء وين يصير؟ قلت لكم باللور لوب اوف رايت لانج، زين. ليش؟ لان قريب على الليفر، الليفر صاير جواه، تمام؟ زين. السيربرال اميبياسيس، هنا ممكن شنو شباب؟ ممكن من ممكن من اللانج يتوسع هذا الابسس ويطب الدم همين، ومن الدم مات اللانج يصعد المن يصعد للدماغ مالتنا، فيقول لك هيماتوجينس بريد فروم اميبيك ليفر ابسس اور بولميناري ابسس، يعني اما من الليفر او يطب من هنا ويصعد الدماغ او من اللانج، زين ممكن، وبعض الاحيان يسوي لك سنجل ابسس، اوكي زين. لكن ممكن شباب شلون شنو الاحتماليه؟ ممكن شباب اصلا هذا البيشنت اللي مصاب عنده التهاب بالسحايا وبالدماغ مالته، يسموه شنو شباب؟ يسميه مننجيو انسيفالايتس، اوكي؟ فممكن هاي الاميبا تستغل هذا الشيء، ماشي؟ فيسموها السكندري، يعني تستغل هذا الشيء وتسوي التهاب ثاني يسموه سكندري اميبيك مننجيو انسيفالايتس، تمام؟ فهذا الشيء ايش راح يؤدي؟ الى سيفير ديستركشن اوف برين تشو، وهذا كلش خطر يعني تؤدي الى الوفاه اصلا، زين شباب؟ زين. فريد اوصل لك انا الفكره، ممكن تسوي لك تصيب لك اللانج، ممكن تسبب لك الليفر، ممكن تصيب لك البراين، زين شباب؟ زين.